السلام عليكم المتابعون الكرام، شكون لكم طيبون. شكرا على دعمكم لقناه سلاوي نيوز، نشكركم على كلامكم الطيب وكل التعاليق التي تتركونها لنا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نكون عند احسن ظنكم وعند احسن مطلعاتكم. ولكن قبل التطرق لموضوع الفيديو، لابد من ماذا؟ من الترحم على شهداء الامه الاسلاميه، وكذلك نقول اللهم خفف من الام الجرحى وعجل بشفاء المصابين، وكذلك الإخوة لابد أن نقول اللهم عوض خيرا عن كل من فقد فرضا من أسرته أو من عائلته، ولا ننسى أن نقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ دولتنا وشعبنا وأمريكانا من كل سوء ومن كل شر، واحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء ومن كل شر ومن كيد الكائدين. إذن بسم الله وعلى الله نتوكل. أيها الطيبون الكرام، سلاوي نيوز الآن يقف على الطريق الساحلي الرابط ما بين الرباط العاصمة الإدارية للمملكة المغربية والدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، وكما يعلم الجميع أن هذه الطريق اليوم أصبحت من أروع الطرق صراحة، لأنها طريق مريحة توفر الراحة لمستعمليها، سواء كان السائق سواء كان يعني راجل فقط، يعني إما أنه يمارس الرياضة أو يمارس رياضة المشي على جنبات هذا الكورنيش. فصراحة الإخوة يعني هذا الطريق عرفت تغيرا جذريا وكليا، الفرق شاسع ما بين الماضي وما بين الحاضر. يعني هذه المنطقة الإخوة تغيرت بأكملها، يعني الطريق من كورنيش او من الكورنيش النهري، او حتى نكون صريحين يعني من قنطرة الحسن الثاني حتى الان، يعني حتى يعني المحمدية، فرى الاخوة صراحة الطريق رائعة ورائعة ورائعة، اقول ربما حتى مدينة الدار البيضاء ما كملتش حتى لا اكون حتى اكون صريحا، ولكن اظن انها يعني من الكورنيش النهري حتى الدار البيضاء، فالطريق الاخوة توفر الراحة لمستعمليها. كذلك الإخوة ممشى الراجلي الحمد لله اليوم أصبح في حلة رائعة ورائعة جدا، يعني البنية التحتية تم الاشتغال عليها بشكل رائع ورائع جدا. كذلك الإخوة كما تعرفوا هذه الطريقة الإخوة يعني في هذه المنطقة الممتدة ما بين شاطئ مدينة الرباط ويعني ومنطقة معرض الصور الفوتوغرافية، تقريبا فرعنا ثلاثة ديال لي باركينغ أو ثلاثة ديال مواقف السيارات، يمكن الإنسان يوقف سيارته وبغى يخرج يمارس الرياضه، يخرج الرياضه، بغى يدير المشي يدير المشي، بغى يستمتع فقط بالاجواء، يمكن له يستمتع بالاجواء في امن وامان. الحمد لله الدوريات الامنيه متوفره، يعني ما عند الانسان معلوم لا شي يخاف، الحمد لله الامن كاين ومستقر الحمد لله، والانسان درجه الامن الحمد لله راه طالعين نازلين كما تنقولوا حنايا في هذه المناطق في هذه الجنبات هذه الطريق هذه. اذا كما تشوفوا معايا الاخوه الانار الحمد لله الانار العموميه راه متوفره، المجال الاخضر كاين، هناك ملاعب ديال القرب، هناك معرض الصور الفوتوغرافيه، اذا الحمد لله صراحه هذه المنطقه راه من اجمل المناطق الان اللي ولات تستقطب لنا الزوار سواء اجانب سواء محليين. يعني ما كاينش الان اللي ما تفضلش انه هذه المنطقه يجي لها، خصوصا يعني في فصل الصيف من الربيع الاخوه صراحه يبدا فصل الربيع وحنا غاديين، راه هذه المناطق ما تتبقاش تخوى، يعني تيوليو الناس تيجي وتيجلسوا في الكازون كما تنقولوا، كاين ناس اللي تيجيو هنا يديروا كاسكروت في العشيه. اذا لان الطريق هذه كامله غادا بهذا الجمال الاخوه، باش نكونوا واضحين راه من هنا وانت غادي وانت غادي توصل لهرهوره، تزيد وانت غادي توصل يعني للصخيرات وانت غادي، فراه الطريق الاخوه صراحه اصبحت رائعه ورائعه وجميله جدا جدا. كذلك الاخوه هناك الصيانه، لان هذا الجمال الاخوه غيكون واحد الفيديو واحد اخر نهضروا فيه بشكل مفصل، هاد الجمال ما جاش انزل، هاد الجمال ما جاش انزل، وهذا الشيء باش تحافظ عليه خصو الصيانه، وهذا هو اللي غادي يكون الموضوع ديالنا ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله السميع العليم، غادي يكون مورا هذا الفيديو هذا غادي نهضروا فيه، لانه الان بعض الناس في بعض المناطق، لانه الان باش نكون واضح الاخوه الكلام اللي ولا اصبح تيروج هو انه علاش مدينه التماره ماشي بحال الرباط، على الصخيره ماشي بحال الرباط، على عين علاش عين عتيق ماشي بحال الرباط، علاش حتى تمسنا اللي هي مدينه جديده ماشي بحال الرباط، علاش عين عوده ماشي بحال الرباط. اذا بزاف الناس الان ولاو تيهضروا علاش الرباط 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 الرباط، في حين انه العديد من المناطق الاخرى ماشي بحال الرباط. الان راه نعطيو واحد النظره على انه الان الانظار ديال المسؤولين راه توجهات لهذيك المناطق، والان راه تيشتغلوا عليها، ولكن غادي يكون عندنا فيديو خاص اللي غادي نهضروا فيه بكو على كل شيء، وكيفاش يمكنك تحافظ على الانجازات، لانه هذا الشيء الان لو كان ما كانش اعمال الصيانه راه هذا الشيء كله ما غاديش يبقى، ولكن الحمد لله خص الصيانه،
اذا مش نكونوا واضحين باش نكونوا واقعيين الخوت. اذا ايها الطيبون الكرام، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعجبكم هذا الفيديو وان يروق لكم، وان شاء الله غادي نتلاقاو فيديو اخر غادي نهضروا فيه بالضبط على كيف وصلنا الى ما وصلنا اليه، وواش هذا الشيء جا ونزل، وكيفاش هذا الشيء استطاع المسؤولين انهم يحافظوا عليه، وكيفاش النظره ديال الناس اللي تيسيروا الرباط، يعني كيفاش على انهم نجزوا هذا الشيء وفي نفس الوقت حافظوا على هذا الشيء، وغادي يزيدوا يزينوا من هذا الشيء اذا مش كنا واضحين باش نكونوا صريحين. اذا ايها الطيبون الكرام، كما بدانا الفيديو بالدعاء نختمه بالدعاء. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ وطننا وشعبنا وملكنا من كل سوء ومن كل شر، واحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء ومن كل شر. تحياتي لكم، كان معكم أخوكم السلاوي نيوز من عاصمة المملكة المغربية الرباط، وبالضبط من الطريق الساحلي الرابط ما بين مدينة الرباط ومدينة الدار البيضاء. تحياتي لكم، ولا تبخلوا على أخوكم السلاوي نيوز بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم على وسائل التواصل الاجتماعي إن أمكنكم ذلك. تحياتي لكم.